يقول لك انا وحش المرجان. دلوقتي احنا شغالين بحاجه اسمها السلبيه او حاجه اسمها احنا بنقول عليها قرمه في اسكندريه، ولا قرمه او السبحه بنقول عليها السبحه. مش حاجه اسمها قرمه دي، عباره عن، طب ماشي غالي، عباره عن بيبقى الرصاص تحت وفيها جلف او اتنين او ثلاثه زي ما انت ايه عايز بيبقى. انا قبل كده شرحتها في فيديو نظام تجهيزها. طبعا الشغل دلوقتي انا واخد لبيب الكسكومري وهشتغل دلوقتي في الكريماري. طبعا الكريماري في الشغل ده ناجح جدا يعني. هقص دي كده نظام لبايب اهي كده، لان شغال على خرميه او شغال على مرجانه او شركسيه او على اي سمكه من السمك الابيض ده، بتحتاج طبعا ان انت تشتغل بلبايب ان شاء الله. وريهم يا برنس، يلا وريهم يا برنس. طب عايزين مقص كده، خد المقص تلم شويه، المقص معايا تلم شويه. اقص بس اللي بتاعتي في جمبري بتاعي، في اللي هو الخوف اللي انا كنت جايبها امبارح يا جماعه، اللي هي الكريمه اللي كنت مصطاده امبارح، طلعوا لي كده عشان اقطعهم. بصوا اهي نظام لبيبه، باخد اللبيبه اشكها، بخيط نظام خياطه، نظام خياطه ده واللي هنا العيدان كويسه يعني. لو انت عايز تشتغل بالعود البوصه متاكد مش اللي ماشي عندنا، انا ماسكها اشتغل بالبوصه اهي، وبخيطها كده رايحه جايه، وبخليها الجو النهارده عالي، النهارده طول اليوم، فربنا يسترها. بخيطها، خيطها اهو، ناخد بالعرض، خيط اللي قدامه وناخد العرض تاني. تمام، دي خياطه اللبيبه اهي، ودي اللبيبه ايه؟ التانيه. الغزر بتاعنا 35 شغالين عليه، ابتدي ان انا انزل. بسم الله ما شاء الله، الراس نزل لك اهو، تسلم لك، اشوفه كده لك معاك. طلع كرماري يا ريس، طلع لي الكرماري بتاعي. طيب تقعد معاك في الجلب انت؟ ايوه عادي، صح يا عم، ارفع البتاع عشان تقعد في الجلب. بس بعد اذنك ارفع تليفونك وارفع السمك. حاضر يا احمد، يا احمد راحت وقعت؟ بس عادي وقعت؟ مفيش مشكله. هات لي بقى الكرماري. ايوه اقفل بقى. لا بس النقرة قعدت. استنى بس انسقط ولا ها؟ حتى الواحد يتخبط اخبارك. النقرة قعدت. طلعهم كلهم. اه طلعهم. اقفل الثلاجة الأول، اقفل الثلاجة. ادينا واحدة بقى، ادينا أي حاجة. اقفل الثلاجة، اقفل الثلاجة. اقفل الثلاجة كويس يا حاج. خد يا باي. ثانك يو، اشكرك بشدة. فين بقى الجنب؟ أيوة كله بالكركبة، بقفل الثلاجة، كل حاجة موجودة. نرفع كده شوية. يا مسهل الحال. هنزل 35 وان شاء الله نرفع احنا البنزين. طبعا فتحنا الثلاجه، طلعنا الكريمان. الكريماري طبعا شغل بس الكريماري انا هنا مش شاريه، انا مصطاد امبارح بالليل على النور. السكين قدام اهو، ها؟ طلعنا احنا سكينتين. هات لي بقى، هات لي الخوف ده هنا، وهات لي حاجه احط اقطع فيها. ان شاء الله نركب. برضه ينفع كده، ينفع كده الموبايل يعني. ينفع كده الموبايل. معلش ال بتشتغل لبايب او بتشتغل اي حاجه لبايب، وممكن تشتغل بالكريمان مفيش اي مشكله. لو في مرجان بتعس على صبعه كده بالراحه، اللي انت عارف المرجان في اكله بيبقى لين شويه. الغزر 35 متر، والخيط 60، والجلب 10، والرصاص على حسب المنزل اللي موجود انت. كهر المرجان نزل لكم اهو، ده كهر المرجان. انت كهر المرجان. اما عادل كهر المرجان. ايه ده؟ ورينا ورينا ورينا. هات يا برنس. لا انا شاهد بقى، خلاص اقعد في الكاميرا انا حاجه عشان اشوفك سخنتك انت. اوعى اوعى فنان. كهر المرجان قلبه يا جدعان، خبوا يا جدعان. تصور خالص دلوقتي. عشان السمك ده بياكل. ما شاء الله. سمك بياكل والدنيا اخر حلاوه. تسلم لك يا بنت الاثنين. لا انا عايز الساده، انا عايزك تركز في الحته اللي انا قلت فيها ان سمكه الخرمي ممكن تشتغلها بالعود، لانها بتبقى سمكه حجمها مش كبير، في منها كبير في الغزير، فممكن تشتغلها بالعود، كمان بتمتع بالعود لان ليها هزه جميله جدا تحس بيها وهي طالعه. اثنين ومعايا واحده راحت. ماشي يا واحده، اتفضل.
بتسبق ايه على الخيط؟ مش مشكله معاك اهو. ده بقى كريماري عشان الكريماري يصير مش هو معاه في السينما. صل على النبي خدني. كرمه اهو. تسقيط على طول. كهرب مجنز اللوك اهو. مش كفاية دنيا في جراحي، أنا كل لما لم جرحي بجرحي تاني بتفتحي، هتخلصيني من عذاب ومن همومي ومن آلامي، خلصيني يا دنيا يا الله، خلصيني واذبحيني. انا لما مني الصحة راحت الحبايب جم عليا، والقرايب بقوا فيا، واللي كانوا في يوم معايا فجأة راحهم من عيني، الحبايب بقوا فيا، والقرايب جم عليا، واللي كانوا في يوم معايا فجأة راحوا من عيني.